المشاهدين. هذا السائل يقول: بالنسبة يا شيخ صالح للأضحية، هل هي واجبة؟ وإذا كان الإنسان مقتدر ولم يضحي وعمره الآن في الأربعين مع أن لديه مال وافر؟ الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة، وإنما عند أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، وهي عبادة عظيمة ونسيكة عظيمة في يوم العيد أو في أيام العيد، فهي عبادة عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يتركها إذا كان موسرا قادرا عليها. وحتى لو استدان، إذا كان يستطيع التسديد واستدان ليضحي، هذا شيء طيب. نعم، أحسن الله إليكم أبو عبد